كمان بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد حاليا في ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز أعرف منك آخر أخبار تدريب النهاردة وأهم الكواليس وأهم اللي حصل. مساء الخير عليك شيماء على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل النادي الأهلي بيتمرن من الساعة 4 العصر، يمكن التمرين مستمر إلى الآن. خليني أقول لك يمكن حضر التمرين أو نص ساعة في التمرين رئيس مجلس الاداره طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، وبعد كده هو غادر التمرين. يمكن بدات التمرين كان في 4 عصرا، كان في اجتماع مع اللاعبين او الجهاز، اتكلم فيه الاول الكابتن سيد عبد الحفيظ وبعد كده اتكلم فيه مستر لاسيرتي. يمكن الاجتماع كان حوالي 8 أو 9 دقائق اتكلموا فيه عن غلق طبعا مباراه المصري والتفكير فقط في مباراه الجيش، تفكير في الحصول على 3 نقاط لان المرحله المقبله عاوزين كل مباريات كؤوس، وعاوزين كل مباراه 3 نقاط. يمكن بعد الاجتماع اللي استمر حوالي 8 دقائق يمكن مستر لاسيرتي اجتمع مع الجهاز كده اجتماع يمكن صغير جدا في الملعب، وبعد كده هو كان كابتن شريف اكرامي اللي النهارده نزل التمرين جري يمكن حوالين الملعب مع مدير الكره الكابتن عبد الحفيظ، وكان النقاش ما بينهم في اثناء الاحماء. يمكن اللعيبه اللي شاركت في مباراه المصري النهارده اكتفوا بالكاري حول الملعب وبعد كده وقت الجيم والريكفرنج عشان خاطر طبعا مباراه المصري. يمكن اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه المصري بيجروا تمرينه بدنيه قويه جدا، والان بيجروا يمكن في نهايه المران تقسيمه، يمكن يشارك في التقسيمه وليد سليمان اللي نمسك الخشب طبعا بيشارك بكل قوه. يمكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي وليد سليمان اصبح جاهز لمباراه طلائع الجيش حسب الرؤيه الفنيه لمستر لاسيرتي. يمكن محمد هاني شارك بجزء كبير في التمرين، اسلام محارب شريف اكرامي النهارده بيعود وبيشارك في التمرين تمرينه قويه مع طارق سليمان ومع علي، كان طبعا مقدم طارق سليمان شناوي علي لطفي اكرامي عملوا تمرينه قويه، ودلوقتي شريف يمكن بيشارك في التقسيمه الصغيره مع الشناوي. يمكن في نهايه تمرين الحراس قبل التقسيمه كان كابتن طارق سليمان عامل لهم تمرينه في الطايره عشان يرفع كمان معدل الحمل، يمكن شريف شارك في التمرينه كامله. شريف بيعلن ايضا جاهزيته لهذه المباراه. يمكن تأهيل مستمر لمحمود وحيد وحسام عاشور، يمكن ما شاركش النهارده حسين الشحات علشان خاطر عنده اجهاد، عمل برضه تمرين يمكن جيم برضه وريكفرنج مع باقي الزملاء اللي شاركوا في مباراه المصري. يمكن خليني اقول لك اني ما كملش باقي التمرين، مروان ومحمد هاني واسلام راحوا لتمرين التاهيل مع محمود وحيد. مروان عنده اجهاد، محمد هاني واسلام محارب طبعا لسه ما خافوش لسه بيتاهلوا. التمرين من اول بكره الحد والاثنين والثلاث هيكون في 4 عصرا. شيماء اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي اللي أقيم أو ابتدى الساعة 4 العصر، بعد طبعا الراحة السلبية اللي حصل عليها اللعيبة امبارح بعد الفوز الحمد لله على المصري بورسعيد يوم الخميس اللي فات بهدفين نظيفين. نرجع نكمل أخبار النادي الأهلي من على مواقع